قصة فيلمنا النهاردة بتحكي عن اتنين اصحاب فاشلين في حياتهم لكنهم محترفين بالفنون القتالية، ودخلوا حرب مع اخطر العصابات في اسبانيا علشان يغيروا حياتهم. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا نبدأ. بيبدأ فيلمنا مع توماس وصديقه ديفيد، وتوماس وديفيد يبقوا شباب فقراء وعايشين مع بعض في نفس البيت، وبيدربوا كل يوم على 50 عدة لتمارين البطن، وبيشتغلوا على عربية طعام مع بعض علشان يعرفوا يسدوا كل ديونهم. وبعد ما الاتنين خلصوا تدريب فتوماس قال لديفيد يلا علشان نروح الشغل، ونزل من البلكونة على تندة الماركت. لكن اول ما ديفيد جه علشان ينزل زيه فتوماس شاور للبياع، وديفيد وقع على الارض وفضل يضحك عليه. ولما ديفيد كان بيغسل عربية الشغل فشاف بنت اسبانية جميلة جدا وكان مركز معاها، ورش على الضابط جردل المية وغرقه من غير ما ياخد باله. ومن هنا الضابط اتعصب بشدة وكان هيقبض عليه، لكن من حسن الحظ توماس ظهر على اخر لحظة واعطى الفوطة بتاعت العربية علشان ينشف بيها وشه. لكن توماس بيكتشف ان الفوطة اللي اعطاها للضابط كانت متسخة. ولما الاتنين وصلوا للمنتزه اللي كانوا شغالين فيه ففتحوا باب عربية الطعام، وتوماس اخد السكيت بورد وبدأ ياخد الطلبات من الناس. لكن فجأة وبدون سابق انذار ظهرت مجموعة بلطجية وكانوا راكبين على دراجات نارية، وبدأوا انهم يخربوا على توماس وديفيد الشغل بتاعهم علشان يبعدوا الزبائن بتاعتهم عن العربية. فتوماس قال لديفيد يلا نعلمهم الأدب، والاتنين مسكوا البلطجية وفضلوا يضربوا فيهم بدون رحمة. ومن هنا بتبان قوة توماس وديفيد في الفنون القتالية. ولما وقفوا قدام البلطج الكبير فقال لهم استعدوا علشان انا هكسر عدمكم ومش هخليكم تروحوا للبيت بسلام. بس في الاخر قال لهم امي قالت لي ما تتخانقش مع حد. وبعد مدة بنقابل موبي صديقهم التالت، وموبي يبقى ضابط فاشل ومعرفش ينجح في اي قضية في حياته، لكنه كان متأكد ان هو هينجح في يوم من الايام. وفجأة وبدون سابق انذار دخل عليه راجل اعمال اسمه باتلر، وباتلر قدم له 20,000 يورو وقال له لو عرفت تجيب البنت اللي في الصورة دي هتاخد 20,000 يورو، والبنت دي بيكون اسمها سيلفيا. وتاني يوم توماس وديفيد راحوا مستشفى المجانين علشان يزوروا والد ديفيد، ومن هنا شافوا بنت اسمها سيلفيا اللي من اول نظرة الاتنين وقعوا في حبها. لكن بالليل وقت ما توماس كان شغال وبيوزع الطلبات فعرف ان سيلفيا كانت شغالة فتاة ليل وما كانتش شغالة ممرضة. ومن هنا توماس نادى على ديفيد علشان يتأكد. ولما سيلفيا دخلت الغرفة مع راجل غريب فسرقت المحفظة بتاعته وضربته وطلعت تجري من المكان، وقبل ما اي حد يمسكها فاستخبت في عربية ديفيد وتوماس لحد ما وصلوا للبيت. ومن هنا توماس اتفاجئ انها كانت في العربية، وسيلفيا طلبت منهم تفضل معاهم لمدة يوم واحد بس، ومن هنا ديفيد وافق على طلبها. ولما طلعوا البيت فتوماس قال له ان البنت دي هتسرقنا، فديفيد قال له مستحيل دي باين عليها قلبها طيب، وعلشان تتأكد انها مش هتسرقنا هخبي الفلوس في الدرج. وتاني يوم الصبح لما الاتنين فتحوا الدرج لقوا ان الفلوس فعلا اتسرقت، فتوماس ضحك على ديفيد وقال له انا مش غبي زيك وخبيت الفلوس في الجزمة بتاعتي. واول ما مسك الجزمة علشان يطلع الفلوس فتفاجئ ان الفلوس اتسرقت. وفي نفس الوقت ده سيلفيا عملت حادثة بسيطة مع الضابط موبي اللي كان المفروض ان هو بيدور عليها لكنه فشل وما خدش باله، فسيلفيا ضحكت عليه وسرقت المحفظة بتاعته. واول ما سيلفيا وصلت للبيت فتفاجئت ان في عصابة اسبانية موجودة بالمكان وهجمت عليها، ومن هنا بنعرف ان سيلفيا تبقى بنت الكونت الاسباني. والحسن الحظ موبي قدر يتتبع الاثار بتاعتها ووصل للعصابة ودخل عليهم وبدأ يستخدم مهاراته كضابط في الفنون القتالية. لكن من سوء الحظ العصابة قدرت انها تسيطر عليه،
ومن هنا سيلفيا قدرت انها تهرب من المكان على اخر لحظة. وتاني يوم الضابط موبي قابل توماس وديفيد وقال لهم انا عايزكم معايا في مهمة خطيرة جدا مقابل مبلغ من المال. لكن بعد ما توماس سمع المهمة رفض علشان المهمة مش تمام. وبعد كده لما الاتنين كانوا ماشيين في الشارع فشافوا سيلفيا وهي بتجري من الناس بعد ما سرقت محفظة واحد منهم. ومن هنا ديفيد دافع عنها لكنه خد رجل وقعته على الارض. ومن هنا توماس اتعصب بشدة وفضل يضرب فيهم بدون رحمة. ومن سوء الحظ في ضابط ظهر وتوماس وديفيد قدروا يغفلوه وهربوا من المكان. فالضابط طلع يجري وراهم ولحسن الحظ محدش اتمسك منهم. ولما الاتنين وصلوا للبيت فشافوا سيلفيا موجودة هناك. ومن هنا اعتذرت لديفيد وتوماس لأنها سرقتهم. فالاتنين سامحوها وأول ما طلعوا للبيت فعرضوا على سيلفيا تشتغل معهم في العربية علشان ما تسرقش أي حد من تاني. وفعلا تاني يوم سيلفيا اشتغلت معاهم. لكن فجأة وقت ما كانت بتاخد الطلبات فالعصابة الأسبانية ظهرت وخطفت سيلفيا. ومن حسن الحظ الضابط موبي كان موجود وبلغ ديفيد علشان ينقذها. والاتنين بدأوا يقتلوا العصابة وموبي بدأ يطحن فيهم. أما ديفيد قدر ان هو ينقذ سيلفيا وركبوا هما التلاتة مع توماس في العربية بتاعتهم. لكن باقي العصابة بدأت تطاردهم بأقصى سرعة على الطريق السريع. ومن هنا ديفيد شغل دماغه هو موبي ورموا زيت وأنبوبة على الطريق علشان العربية بتاعتهم تتقلب. وفجأة قدروا انهم يخلصوا عليهم. ولما موبي بدأ يحتفل فتوماس داس على خشبة في وسط الطريق فموبي وقع من العربية جوه الغابة. وبعد كده بتنتقل بينا الأحداث لزعيم العصابة الأسبانية اللي كان اسمه مانديلا. ومانديلا يبقى ابن الكونت الأسباني وسيلفيا تبقى أخته وبيكون عاوز يخلص عليها علشان ياخد الميراث. وفي نفس الوقت ده توماس وديفيد عرفوا من باتلر ان مانديلا عايز يخطف اخته علشان ياخد الميراث لوحده. وتاني يوم وقت ما كانوا بيزوروا والد ديفيد في مستشفى المجانين فتفاجئوا ان عصابة مانديلا كانت بتراقبهم علشان تخطف سيلفيا. ولما توماس وديفيد حاولوا يدافعوا عنها فمحدش فيهم قدر ينقذها. والعصابة قدرت انها تخطف سيلفيا وتهرب بها من المكان على اخر لحظة. ولما الليل دخل عليهم فتوماس وديفيد والظابط موبي قرروا انهم لازم ينقذوا سيلفيا في اسرع وقت ممكن. وبكده قرروا انهم لازم يقتحموا قصر الكونت الاسباني. ومن هنا توماس عرض عليهم فكرته وقال لهم احنا هندخل القصر ده من خلال القفز من فوق السور. لكن ديفيد وموبي رفض الخطة بتاعته واتفقوا ان كل واحد لازم يدخل القصر بالطريقة بتاعته. وخطة توماس كانت عبارة على انه هيستخدم خشب في فتحات السور على عشان يعرف يتسلق. وفي الاخر توماس فشل. اما ديفيد استخدم الرمح علشان يتسلق القلعة وفعلا قدر ان هو ينجح. لكن من سوء الحظ الحراس مسكوه. اما الضابط موبي كانت خطته بسيطة جدا وكانت عبارة على انه ان هو يحط للحارس فلوس ويركب وش حديد في الجزمة بتاعته علشان يخبطه بيها علشان يعرف يدخل القلعة بكل سهولة. وفي نفس الوقت ده ديفيد وصل لمكان سيلفيا ومانديلا زعيم العصابة. ومن هنا توماس قدر ان هو يدخل بعد محاولات طويلة جدا وكمان قدر ان هو يتسلل ليهم. لكن في الاخر اتمسك ومانديلا قال لرجالته يخلصوا على سيلفيا. ومن هنا ظهر الضابط موبي علشان ينقذهم ودخل في قتال مع الحرس بالرمح الخاص بيه. ومن حسن الحظ ديفيد قدر ان هو يفك كيوده ودخل في قتال مع واحد مع اخطر مقاتلين العصابة. وفعلا المقاتل ده فضل يطحن في ديفيد وديفيد كان ضعيف جدا قدامه. ومن هنا توماس دخل في قتال مع واحد من افراد العصابة اللي قدر ان هو يسيطر على صديقه ديفيد بمهاراته العالية بالفنون القتالية. وفي نفس الوقت ده الضابط موبي قدر ان هو يوصل لمانديلا ودخل في قتال معاه. والضابط موبي ما كانش معاه سلاح ومانديلا كان معاه رمح وحاول ان هو يخلص عليه لاكتر من مرة. اما توماس في الوقت ده عرف ان هو مش هيعرف يهزم المقاتل ده وقرر ان هو يستخدم حركاته البحثية
البهلوانية في الفنون القتالية علشان يقدر يسيطر عليه ويخليه يفقد تركيزه. وبالفعل توماس دخل معاه في قتال شرس جدا وقدر ان هو يسيطر عليه ووجه له ضربة انهت على حياته تماما. وفي الوقت ده ديفيد فضل يجري من احد مقاتلين العصابة لحد ما ضحك عليه وانهى على حياته تماما. وبعد وقت كبير جدا في القتال فديفيد وتوماس والضابط موبي اتجمعوا مع بعض علشان يقضوا على مانديلا ويخلصوا عليه بسهولة تامة، واستخدموا نفس الرمح بتاعه في القتال وقدروا انهم يخلصوا على مانديلا بعد مواجهة طويلة جدا. وتاني يوم سيلفيا قدرت انها تاخد الورث بتاعها وقررت تساعد ديفيد وتوماس، اما الضابط موبي قدر ان هو يخلص المهمة بتاعته بنجاح واثبت ان هو ضابط ناجح ومفيش اي مهمة تقدر تقف قدامه. ومن هنا بيخلص فيلمنا. انا مينا سحاق، فلو عجبك الفيلم ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات النهارية، وما تنساش تعمل متابعة على صفحة الفيسبوك علشان تقولنا على الافلام اللي تحب نلخصها لك. اشوفك الفيلم الجاي يا صديقي، يلا سلام.